سلام يا جناب، ازابيلا رايلي طلع ما جتني. اسمه سانتينو ما بير. أمي اسمها لقيت سانتينو؟ ما لقيت والله، ما شيت مستشفى ما شيت سجن. يلا يا داني يا را. انت اسمك منو؟ انا جوليا. وده ولدي؟ آه ده دانيال ولدي. جوليا بتعرفي لك واحده بتشتغل يوميا؟ بجيب لك لمبر مش انظف الاوضه دي واقعد فيها. طيب رايك شلون دخلوا المدرسه الخاصه الفتره بشعري دي؟ عشان يمشوا ويجي براو. ليه ما تمشي معه وانت زايد تكملي تعليمك؟ امتحني شهاده وخشي الجامعه وما تقلقي. مصاريفه كلها علي. فاكر انت مزود العيار حبتين كم مع الود ولا مو؟ مو صاحبي لك واحده من جاراتك دي تقدري تطلعي وتدخلي معاه. صاحب الخادم دي ليش؟ بس البلد تمشي لقدام كيف والناس لسه تفكر زي كده؟ طوالي بفكر ولو عايش ليه ما بيسأل مننا؟ والله للأسف ما عندنا معلومات عنه. خالتي منى لقيت مطراوين جاركم تالي شوفي. ماما دقيقة برجع لك. أنت لا بتختاري تكذبي دايما يا ماما بدل ما تقولي الحقيقة. ما دايما الناس بتحب تسمع الحقيقة.